نجح زوجان سعوديان في خطف أنظار المتذوقين للفن التشكيلي في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك رواد مهرجان حكاية مسك المقام في مدينة الرياض، وحصدا اهتماما واسعا من مرتدي المهرجان. الزوجان فهد ولول اليحيى جمعتهما هواية واحدة ونسب واحد، وتوجا عريسين يجمعهما الحب والفن. قرر الاثنان استغلال مواهبهما وأفكارهما ودمجها في أعمال فنية تحمل بصمة وهوية واحدة من خلال إنتاج لوحات في الرسم على زجاج. واستطاع أن يطوره بتطبيق تكنيك جديد في مجال الرسم على الزجاج، وقد وضعا لهما مرسما بالمنزل، وكان فن الزجاج حاضرا، وتبادلا فكرة تطوير هذا المرسم وابتكار عدد من الأفكار فيه، ومزجاها بخبراتهما، وظهر بعد عام ونصف العام بأسلوب جديد بالحفر على الزجاج باستخدام الجهاز اليدوي وأدواته، وبتوظيف التباين والأبعاد وضبط مناطق إسقاط الضوء ومناطق الظل عن طريق الحفر والتنقيط والخدش على حسب كل منطقة باللوحة. كما عمل على تطوير وتوظيف هذا الأسلوب بعد إتقانه على الزجاج الشفاف وإدخال الضوء المخفي الليد ليظهر تفاصيل الحفر بشكل مضيء، وذلك باستخدام جهاز الحفر اليدوي. فهد ولولو شاركا في العديد من المعارض، منها معرض أرتولوجي بجامعة الفيصل خلال شهر مارس الماضي، وعملا خلال أيام المعرض لوحة مباشرة أمام الزوار متضمنة شرحا لكافة خطوات الرسم على الزجاج. وشاركا في معرض خاص بمركز الأمير عبد الرحمن أحمد السديري بمحافظة الغاط، وشاركا أيضا بمعرض ريشة الحزم المتزامن مع معرض الكتاب العاشر في عام 1437 هجرية بمدينة الرياض. طبعا مشاهدينا، الفنانين السعوديين هم فهد اليحيى ولولو اليحيى. لولو وصلتنا للاستديو، فحياك الله لولو. هلا وسهلا اختي. طبعا اخونا فهد يبدو ان مسكته زحمه او شيء، فراح ناخذ تليفون ان شاء الله بعد شوي. اخت لولو، النقش على الزجاج، يعني حدثينا عن هذه الهوايه اللي عندكم. انتم تواجدتوا في معارض كثيره مع بعض، يعني كانت تجربة جديدة، الناس أول مرة تشوف زوجين بنفس الهواية. راح نتكلم عنها بتفصيل أكثر، بس كلميني عن الهواية بداية. أول شيء سعيدة باللقاء معكم وشرف لي. ثاني شيء أنا وفهد أساساً أولاد عم، يعني فربما تكون هواية الرسم هذه موجودة من في العائلة بس احنا ما اكتشفوها إلا فينا احنا. جيد. تقريبا هي النقش على الزجاج. انا اقول لك فن الزجاج اساسا يعني شيء قديم، مو شيء جديد. بداياته كانت في مصر، بعدين استخدموه المسلمين بطريقه بس مو حفر، كانت الوان زي اللي نشوفها ببيوتنا القديمه، اللي هي الورود ملونه على الشبابيك على البيبان، فكانوا يستخدمونها المسلمين بشكل مكثف، اللي هي زخرفة، ألوان زخرفة نباتية، حروف. حفر على الزجاج تعلمته من جامعة الملك سعود. طبعاً تعلمتي في الجامعة؟ أنا خريجة جامعة الملك سعود تربية فنية. تعلمته لكن ما كانت مادة أساسية. كانت تدرسنا دكتورة الله يذكرها بالخير، الدكتورة رحمة، وجه لها تحية إذا هي تسمعني. علمتنا هذا الفن، قالت عندنا فن احنا نشتغله في مصر، لكن علمتني بطريقة ثانية اللي هي زي ما يكون أبيض أسود نيجاتيف. يعني أنت تشوف الشخصية تشوفها بطريقة نيجاتيف. فهد طبعا عنده خلفية بالرسم على الفحم والرصاص فهد. لحظة فهد، مساء الخير. مساء النور، يا أهلا وسهلا. هو عندك خلفية في مسألة النقش على الفحم والتأخر على المواعيد؟ طيب اخوي فهد عادي، معذور طال عمرك. كان ودنا انه تكونون مع بعض، لانه انا قلتها للاخت لولو في بدايه الفقره انه انتم شكلتوا، بغض النظر عن الموهبه الجميله اللي تملكونها، ولكن انتم شكلتم ثنائي جميل في انكم انتم زوجين تعملون في نفس او تقومون بنفس الهوايه، فكان فريق جيد وجميل رائع، يعني جديد على المجتمع. تكلمت معنا الاخت لولو عن انها تعلمت
في جامعة الملك سعود وانت بدأت تتكلم عن قصتك، فقلت لا خلنا نسمعها منك. ها فسمعنا القصة. نعم، طال عمرك اول شيء امسي عليك، وكان ودي والله اني اتواجد وخاصة معك استاذي، حياك. شرف لي ان نكون موجودين، لكن على قولتهم دولو مين مقصرة الله يخليها. بالنسبة انا حبيت الرصاص ومن الصغر على الرصاص والفحم ورسم الشخصيات، فكان في لي تعامل بحيث انه تضبط تباين وابعاد والظل، لانه تعامل الرصاص كله دائما كذا. جميل. فمارسته واستمريت وتطورت والحمد لله بشكل جيد، وكنت حاب ما تعلمته في الجامعه او في المدرسه، يعني تعلمته لحالك؟ والله ترى من الصغر يعني حابه. اوكي. حتى لولو حابتها انا لا مستمر برضو هاوي، لكن كان تخصصي مختلف إدارة أعمال، لكن الرصاص كنت هاوي يعني. وحتى ما اكتشفت في المدرسة، لكن أمارست بالبيت اكتشفت هذا الأمانة. جميل. والرابط هذا اللي بيني وبين لولو بفكرة الزجاج، أنه هي أضافت لي الفكرة الجديدة هذه، وأنا بدأنا نقول ليش ما نوصل كذا، ليش ما نحط كذا، فعدت أعمال يمكن أخذت سنة ونص، وطلعنا بفكرة أننا نوظف الأبعاد بحيث أنك تشوفها أنت لها أبعادها. طيب يعني الآن هل تحولتوا أو حولتوا هذه المسألة إلى بزنس أو عمل تكسبون منه كسب مادي؟ والله الحمد لله. جميل. لأنه بعض الأحيان ترى الهواية يقولونها ما توفر عيش، أنا أكون واقعياً هواية ما توكل عيش، بس إنه حلو إن تكون فيه هواية، وحلو إنكم أنتم تشتغلون الشيء اللي تحبونه، فدامكم حولتوه إلى بزنس جيد. الآن عندكم مكتب، عندكم محل، عندكم بوتيك، عندكم حاجة؟ إيه الحمد لله. الآن في ناس داعمة يعني، اللهم لك الحمد، دعمونا، وإن شاء الله باقي تجهيز مقر لنا، محل وفر لنا بسعر مرة قليل، لكنه يعتبر كأنه داعم صراحة حقيقي. وإحنا راح نكون فور افتتاحه وراح نكون بخصوص المحل. أنا أوجه تحية للأميرة عبير بنت الملك عبد الله، تستاهل، لأنها هي اللي دعمتنا في هذا المحل عن طريق جمعية أصايل. مشروع جديد إن شاء الله، وراح يكون مفاجأة للكل المشروع. طب الآن أنا عندي سؤال أخوي فهد وأختي لولو، سؤال شاغل مواقع التواصل الاجتماعي ترى من زمان، مش من اليوم ولا أمس، هو أنه هل كنتوا تعرفوا قبل لا تتزوجوا كم لكم متزوجين؟ هذا السؤال الأول. هذا السؤال أكثر سؤال ينسى. إيه، وأنا الآن نبغى نسمع جوابه. تقريبا سنتين لكم شيء. سنتين متزوجين، سنتين الله يخليكم زيادة. البعض يا رب، الله يخليكم البعض. عندنا بنوتة الله يخليها لكم مضاوي. آمين. الآن هل كنتوا تعرفون وهذا اللي رغبكم في أنكم أنتم تجتمعون في علاقة زوجية، أنه هو يرسم أو ينحت وأنت ترسمين أو تنحتين، لديكم هذه لا بقول لك شغلة. هو ولد عمي لازم يعني. إيه جميل. فأكيد بالطفولة كنت قريبة منه. أيه. يعني شيء طبيعي أنه أولاد العم قريبين البعض. جميل. فأنا كنت قريبة منه يعني تقريبا لين سن المراهقة، بعدين خلاص انفصلنا. أنا انتقلت المكان وهو انتقل المكان، فما صار في تواصل يعني تقريبا. بعد فترة، بعد زمن كذا، بعد ما طلعت طبعا السوشيال ميديا، انصدمت في الإبداع اللي عنده، أنه رسام يعني ويرسم. هو نفس الشيء. طيب جميل. الحمد لله اجتمعنا. جميل. فهد انا ابغى اسمع منك اخر تعليق بس، عشان كذا انت معي على الاتصال. الان من اللي افضل، انت ولا هي؟ لا هي. قبل لا اختم، هي. اوكي جيد. جيد. في مثل اجنبي يقول لك هابي وايف هابي لايف، زوجة سعيدة حياة سعيدة. أنا كذا أختم بهذا المثل. يعطيكم العافية على الحضور، شكرا جزيلا. دائما فخورين بالمبدعين، سواء فيك أختي لولو أو أخوي فهد كذلك. أشكركم الشكر الجزيل على الحضور وعلى ما تقدمون دائما وأبدا. أمس أنا قلتها واليوم أنا أقولها، وإحنا مستمرين في فقرة صوت المواطن نقولها، بأنه إحنا فخورين، المجتمع قاعد يطلع فيه عينات رائعة جدا. الله يسعدك. شكرا. مشكور أخوي. الله يسعدك.